مرحبا أدهم، وهذا برنامج أب بوكس، برنامج جديد متخصص بالتطبيقات والألعاب. راح أقدم لكم محتوى جديد فريد وثري بإذن الله تعالى. هذا برنامج أنا سعيد جدا جدا يقدم لكم، قاعد نشتغل عليه خلال الشهر الماضي تقريبا. أحد الشغلات اللي تخليني جدا ممكن تشوفني متحمس لهذا البرنامج هو أنه مو أنا اللي راح أقدم البرنامج، لأنه نعم أنا أنوي أني أمشي من القناة. لا لا أمزح، أنا موجود، ما زلت موجود، ما رح أمشي، بس في شخص جديد راح يقدمه لكم، وهذا خطوة جدا جدا مهمة لنا في تيك فويس. هذه يخلينا ندخل مرحلة جديدة، قاعدين الحمد لله اللهم لك الحمد كل يوم نتطور، قاعدين نكبر وقاعدين نكون أفضل بإذن الله تعالى. ما تدرون يمكن هذا الشخص هذا تحبونه أكثر مني مع الوقت. نعم هذا ممكن، ليش لا، بالعكس هذا شيء كويس أنه يكون في أشخاص ووجوه جديدة. للمعلومية هذه ليست إلا بداية البرنامج، ما زلنا خلال الشهر الماضي كله قاعدين نخطط إيش نسوي الفترة القادمة. ما زال في فيس 2 حيكون أفضل كثير جدا البرنامج. المهم أترككم مع البرنامج وإن شاء الله يعجبكم. أسعد الله أيامكم، معكم غادة وهذا برنامج أب بوكس. اليوم بنقدم لكم أفضل ألعاب الأوفلاين. اللعبة الأولى كتت. لعبة كتت من أمتع ألعاب الألغاز والذكاء اللي ممكن تجربها. فكرتها ببساطة أنك تحاول تقطع الشكل اللي أمامك بخط مستقيم بطريقة تخليك تجمع جميع النجوم المطلوبة منك حتى تنتقل للمرحلة اللي بعدها. اللعبة فيها الكثير من المراحل، وكل مرحلة فيها الكثير من التحديات اللي تجيب فكرة غير عن اللي قبلها، لكنك ما تقدر تحلها إلا باستخدام عقلك وشوية تفكير منطقي وفيزيائي. اللعبة تقدر تلعبها في أي مكان وبدون إنترنت، وهي متوفرة مجاناً للأندرويد والآي أو إس. اللعبة الثانية، قد فكرت قبل تبني مستشفى؟ لعبة ميني هوسبيتل هي لعبة محاكاة بناء وإدارة المستشفيات بطريقة جميلة للغاية. فمن خلالها راح تبني المستشفى من الصفر خطوة بخطوة، وتديره بنفسك بتوظيف دكاترة وجراحين وصيدلانيين وحتى موظفين استقبال، وتشرف على شغلهم وتطورهم، بالإضافة لتطوير المستشفى وفتح عيادات ومرافق جديدة وتصميمها مثل ما تحب. اللعبة ما تحتاج إلى إنترنت، وهي متوفرة مجانا للأندرويد والآي أو إس. اللعبة الثالثة أوربيا. لعبة أوربيا واحدة من أفضل الألعاب اللي ممكن تلعبها بوقت فراغك، واللي تحتاج منك تركيز وسرعة بديهة. اللعبة فكرتها أنك تنتقل بين الدوائر وبدون ما تلمس الوحوش اللي حوالينها، واللي راح تحسها بالبداية سهلة، لكن كل ما تقدمت باللعبة كل ما زادت سرعة الوحوش وتصير اللعبة أصعب. اللعبة ما تحتاج انترنت، وهي متوفرة مجاناً للأندرويد والآي أو إس. اللعبة الرابعة ستك. لعبة ستك لعبة بسيطة جداً تقدر تلعبها بوقت فراغك. فكرتها أنك توصل أبعد مدى في السماء من خلال ترتيب الألواح فوق بعضهم بدون ما يطيح منهم شيء، عشان تكسب الجواهر واللي راح تفتح لك مراحل جديدة. اللعبة ما تحتاج انترنت، وهي متوفرة مجانا للأندرويد والآي أو إس. اللعبة الخامسة سكاي. لعبة سكاي واحدة من الألعاب اللي تحتاج مهارة عالية جدا مع سرعة بديهة، واللي ممكن تنرفزك بعض الأحيان لأنك بخطأ بسيط راح ترجع تعيد من البداية. اللعبة عبارة عن مكعب تحاول توصل لأبعد مكان مع تجميع الكوينز اللي بالطريق، لكن لازم تتجنب تلمس الألغام اللي بالأرض، والكوينز اللي جمعتها تقدر تشتري فيها أشكال ثانية بدل المكعب. اللعبة تشتغل بدون إنترنت، وهي متوفرة مجاناً على أندرويد فقط. لا تنسى تشترك بالقناة وتعطينا لايك على الفيديو، وأشوفكم الفيديو القادم، وفمان الله.